طيب دي كانت البرفورمانس ميجرز للكلاسيفيكيشن الجوريزم، تمام؟ الاشهر يعني في كتير، بس احنا اتكلمنا بس عن 3، اوكي؟ او اتكلمنا على الاول 4 دول. طيب طبعا الجريدنت سنتر اتقال في محاضره لوحده. طبعا دي شويه تفاصيل عن الجريدنت سنتر، اللي هو يعني حاجات كده خاصه بتتقسم السامبلز جوه، بس طبعا ما اتكلمناش عليها. في فرق ما بين البارامتر والهايبر بارامتر. طبعا احنا مش واضح السؤال، بس طبعا كنت اتمنى ان حد يكون عارف الفرق بين البارامتر والهايبر بارامتر. يعني مش واضح السؤال في دلوقتي، لكن في الامتحان عادي يعني. البارامتر والهايبر بارامتر يعني ايه؟ يعني لما انت بتيجي تعمل ليرنينج، لما انت بتيجي تعمل ليرنينج وفي الاخر متخيل من الالجوريزم بتاعك ان هو في الاخر يعرف لك ايه افضل قيمه للاي وايه افضل قيمه للبي، دي اسمها بارامتر، خلاص. لكن الحاجات اللي انت بتبقى داخل الالجوريزم بيها انت اللي حاططها بايدك، دي اسمها هايبر بارامتر. بمعنى يعني انا في الالجوريزم ببقى مثلا عايز اعرف الاي والبي، دي بارامتر. طب ايه الهايبر بارامتر؟ لو انا كنت محدده الليرننج ريت، انا اللي حاطه قيمه الليرننج ريت، يبقى ده هايبر بارامتر. يبقى الفرق بين البارامتر والهايبر بارامتر ان البارامترز ويل بي ليرند، ويل بي اوتوماتيكال ليرند باي ذا موديل، لكن الهايبر بارامترز مالها؟ ار سيت مانوال، يعني الشخص هو اللي بيحطها بايده قبل ما يبدا الاجهزه. طيب ودي طبعا الكروس فاليديشن، ان انت بتبقى يعني معاك داتا وبتحل بتعمل حاجات ستيبس وكده، وفي الاخر بتطلع اكيورسي، فانت عايز تصلح الموديل. يعني انت شايف ان هو عمال يشتغل غلط، يعني عايز تصلح الدنيا او عايز تقلل نسبه الايرور، تعمل كروس فاليديشن، بتبدا تقسم الداتا انتو حاجه زي كده، تبدا تقسم الداتا بتاعتك تريننج وتست، تبدا التريننج تقسمها هي لوحدها انتو تريننج وفاليديشن وتست. تست ده ما بتقربلهاش، تست دي ما بتقربلهاش خالص الا في التست ده. بتبدأ في التريننج نفسه بتعمل تيست، يعني تبدأ تاخد شوية تريننج وتعمل بيهم تيست وتشوف، هيقول لك تمام. تبدأ تعمل اتريشن تاني، تاخد الحاجات اللي ما خدتهاش في التريننج قبل كده وخدها في التريننج، واللي خدتها في التيست. المهم هي تقسم التريننج داتا دي انتو فاليديشن سيتس كتير. هو الهدف من الكروس فاليديشن ان انا ابدأ احسن الاكيورسي بتاع السيستم بتاعي بان انا اقسم التريننج سيت تريننج داتا انتو تريننج وفاليديشن. طبعا كي فولد كروس فاليديشن، يعني بتقسم الداتا بتاعتك انتو كام فولد او كام كي، 3 4 5 بنسمي الكي دي هي التقسيم بتاعتك. فهو ده الهدف بتاع الكروس فاليديشن. طبعا بقى يعني انا مش متخيله ان انا ممكن اشرح الجوريزم من الاول للاخر، بس ما يعني هنعدي عليه بس كده. لينير ريجريشن، طبعا ايه هو لينير ريجريشن والفرق بينه وبين الكلاسيفيكيشن، كذا فرق كده شو واضحين. الفاصل يا دكتور؟ الايه شير بجد؟ شير سكرين فاصل. ماشي لحظة. طيب ليه بقى نبدأ بقى نخش في كل الالجوريزم لوحده؟ بالنسبه لللينير ريجريشن، ايه هو يعني تخيل ممكن تقول ايه هو مثلا استاتستيكال اناليسيس، مش عارفه ايه ميثود ديترماين كوانتيتيف ريليشن مثلا. او انا عامه في كل الاحوال يعني ما فيش حاجه اسمها انك تقول حاجه زي ما هي، بس يعني افهمها بس، وممكن تعبر عنها بطريقتك يعني. طيب لينير ريجريشن ايه هو الفرق بينه وبين الكلاسيفيكيشن؟ طبعا في حاجه اسمها بولينومال ريجريشن، انت ممكن تستخدم اكتر من اكس، مش لازم عندك فيتشر واحد. المثال بتاع خدنا مثالين للرينر ريجريشن ممكن يجوا، اللي هو الهاوس، مثال سعر المنزل، ومثال الـ اسمها ايه، الشخص لما بياخد عنده سنوات الخبره والمرتب بتاعه. دول مثالين مشهورين للريجريشن. لو انت معاك الهاوس اريا وجاي لك البرايس، يبقى انت كده معاك اكس واحده بس. ممكن يجي لك حاجات كتيره، ممكن يجي لك الاكس دي فيها اسمها ايه، ممكن يجي لك مثلا عدد الاوض، مش عارف ايه، حاجات كتيره، وفي الاخر جاي لك البرايس، يبقى انت دي برضو هي يا لينير ريجريشن.
دي بتعرف ازاي انت لينك ديشن لما بتلاقي الاوتبوت ده شكله كونتينوس رقم كده ايه كبير وما بيتكررش او رقم كونتينوس وما بيتكررش، ده اللينير ريجريشن. بيتحل ازاي؟ في مثال من الاول للاخر واضح هنا اهو، بتحل زيه عادي خالص عشان بس الوقت مفيش حاجه يعني. اتمنى تقريبا كان في سلايد واضح فيها، هي دي تقريبا اللي فاتت دي. طيب انت بيبقى معاك لو عندك اكس واحده، مش عارفه انا بشاور، انا معاك اكس واحده، لو معاك اكس واحده يعني معاك الاكس معاك الواي، بتبدا تحسب الاتش اوف اكس اللي هي احنا قلنا عليها الاي اكس بلس بي الاي الانيشال اللي عندك خالص، بعد كده بتبدا تحسب الاتش اوف اكس ماينس الواي اللي هي الايرور، بتبدا تحسب حاجه اللي هو الايرور كله بتاع السامبلز كلها، بعدين بتحسب الاتش اوف اكس ماينس واي في الاكس. دي حاجه كده يعني ايه بتحتاجها انت اثناء بتيجي تحسب الاي والبي الجداد خلاص، بس انت في عشان تساعد نفسك املي الجدول بي الاتش اوف اكس ماينس واي في الاكس والاتش اوف اكس ماينس واي خلاص. بعد ما تجيب القيم دي كلها هتبقى عايز تجيب بقى الثيتا 1 والثيتا 2 او الاي والبي خلاص. هنا في المثال ده اللي عايز يفهم اللينير ريجريشن الثيتا، بص كده الثيتا 0 هي البي، شايف قايل لك ايه الاتش اوف اكس بتساوي 1 زائد 3 اكس، احنا بنقول الاتش اوف اكس بتساوي اي اكس بلس بي، فالاي هنا بكام؟ الاي ب 3 والبي ب 1، بس هو قايل على الاي ثيتا يعني قايل بكلمه ثيتا، فهو قايل لك الثيتا 1 ب 3 فيبقى يبقى الثيتا 1 اللي هي ايه؟ هي الاي، وادي الثيتا 0 ب 1 يبقى البي هي اللي بثيتا 0، فهو قايل مسميين ثيتا 0 وثيتا 1، والثيتا 1 هي الاي والثيتا 0 هي البي. لما يجي يكمل بقى ويحل جوه ثيتا 0 يبقى هو دلوقتي بيجيب البي، دي معادله البي. يبقى معادله البي ان انت بتعمل ايه؟ معلش كده بتستخدم بتستخدم الكولم ده عشان تجيب البي، وهنا بتستخدم الكولم ده عشان تجيب الاي. اهي الثيتا 1 بتساوي ثيتا 1 ماينس الفا مش عارفه ايه اتش اوف اكس اتش اوف اكس ماينس واي في الاكس، يعني هتجمع كل القيم دي، هتجمع كل القيم دي يطلع لك مثلا 1000 اضربهم في واحد على ام في الفا والاكس الثيتا كده ناقص كذا، فاهمني؟ فانت احسب دول كلهم وبعدين الايكويشن دي كلها معناها مجموع الكولم ده. هتيجي عند هنا الثيتا 0 دي مع الايكويشن دي كلها اللي هي سمشن كده دي عباره عن مجموع الكولم ده خلاص اللي هي الاتش اوف اكس ماينس واي، هتجمع كل ده يديك رقم، الرقم تضربه في واحد على الام في الفا وثيتا 0 ماينس كذا. الثيتا 0 دي هي الحاجه الانيشال، ثيتا 0 الثانيه دي ثيتا 0 الجديده. اتمنى طبعا دي تبقى واضحه، اتمنى يعني. فهو هنا لما جمع لهم 28 ضرب في كذا في الليرنينج ريت واحد ناقص كذا، ان شاء الله يعني الدنيا تبقى واضحه. ده مثال واضح على لينير ريجريشن من الاول للاخر. ايه اللي بيحصل ده؟ ان هو هيبدا يحسب ثيتا فاليوز كتيره يعني كذا اتريشن، وهيقف عند قيمه معينه. يعني احنا مثلا في الامتحان اقول لك اعمل اتريشن تو اتريشن وهكذا، فانت المفروض تعمل كونتين لو تو اتريشن. دي المحاضره دي. لوجيستيك ريجريشن بقى ده بدأنا نخش دلوقتي فين؟ في الكلاسيفيكيشن. طيب لوجيستيك ريجريشن لحظة، انت اللي بتبقى جاية لك ما بتبقاش بيبقى ماشي، ممكن يبقى اكس وواي كذا اكس برضو او اكس واحدة عادي اكس وواي، بس هنا ايه الواي اللي جايه لك بتبقى حاجه ديسكريت يعني مثلا 0 1 0 1 حاجات كده ايه معينه، وده كلاس اسمه 0 وكلاس اسمه 1، وهنا الفاليوز مثلا 100 200 على حسب البروبلم نفسها خلاص. فدي انا اللينير ريجريشن بيبقى شكلها شكل اللوجيستيك ريجريشن شكل اللينير ريجريشن، بس الاختلاف في ايه؟ شكل الواي، الواي بيبقى ديسكريت. طيب ممكن تعمل نفس الستبس عادي، بس الاختلاف كله في ال تيجي تحسب الايرور هتلاقي الايرور ايه ما بتحسبش بشكل مباشر كده. لو احنا
مش ثواني بحسب، ما بتحسبش ده ناقص ده او الاتش اوف اكس ناقص الواي، لا بتضطر تحسب حاجه اسمها الواي لين اتش اوف اكس زائد كذا. فطبعا احنا ما خدناش عليها مسمى من الاول للاخر سواء كان في سيكشن او في لاب، بس دي الفكره العامه يعني اللوجيستيك ريجريشن، انت بتحسب الاتش اوف اكس بس بتكون بالرول دي، سوري بتحسب الايرور بس بالرول دي. طب هو الفرق ما بينهم يا دكتور؟ معلش نعم الفرق يعني ده بنستخدمه في ايه و... في ايه ده كلاسيفيكيشن يعني اللوجيستيك ريجريشن ده كلاسيفيكيشن يعني. تمام صح. يعني انت في الاخر لو اديت لك سامبل انت مش عارفها ببقى متخيله منك في الاخر تقول لي هي زيرو ولا 1، يعني تقول لي هي زيرو او 1. لكن في الريجريشن بديك سامبل انت مش عارفها متخيله منك تقول لي ايه 1000 2000 3، بتديني رقم كده ايه كونتينوس يعني 3 ونص، تديني اي حاجه فاهمني. فهي دي ده الاختلاف. طبعا في حاجه اسمها باينري كلاسيفيكيشن وحاجه اسمها مالتي كلاس. باينري يعني تو كلاسز، يبقى عندك 0 1 بس. مالتي كلاس يعني عندك 0 1 2 3، عندك دلوقتي 0 1 2 3 يعني عندك اربع كلاس، ده اسمها مالتي كلاس. يعني الواي بتاعتك ممكن تشيل القيم دي 0 1 2 3. ديسيشن تري، انا كان في ناس عليها امتحان النهارده جاي لهم ديسيشن تري، فيعني فهي مشهوره يعني. فديسيشن تري طبعا لما خدنا في المحاضره او خدنا في الامتحان انت بيكون جاي لك حاجه زي كده، بيكون جاي لك جدول زي كده تمام، محتاج تقسم. عندك دلوقتي فيتشر ريفاند وماريتال ستاتس وتاكسبل انكم، محتاج ما عندك ثلاثه فيتشرز، محتاج تعمل ديسيشن تري بالثلاثه فيتشرز دول، تبدا بفيتشر فيهم. طبعا فكره انك تبدا باني واحد فيهم دي ده عالم لوحده، بس طبعا عشان احنا ما دخلناش في التفاصيل فيه فهنقول ايه هنبدا مثلا بالفيتشر الاولانيه او بالثانيه، هنقول لك ايه هو. فانت مثلا هتبدا مثلا بالفيتشر دي، هتبدا كده تقول لي الفيتشر دي فيها ايه الفاليوز اللي فيها، يا اما يس يا اما نو. يبقى ريفاند دي ايه فيتشر من الفيتشرز، الروت دي فيتشر من الفيتشرز، الحاجات اللي بتحط على الاسهم دي الفاليوز بتاع الفيتشر يس ونو. خلاص خدت انت اليس من غير ما تبص على كل الفيتشرز، لقيت ان اي حد يس معرفش بطيء ليه الكلاس بتاعه نو، خش على اي واحد يس هتلاقي الكلاس بتاعه نو، فراح كتب نو على طول تمام. في الحاجات اللي هي نو لما كان الريفند نو ما كانش عارف يحدد بسرعه الكلاس بتاعه ايه، فبدا يستخدم الفيتشر الثاني وهكذا. خلاص ده الديسيشن تري، يعني ما ينفعش يجي اكتر من كده معاك تيبل وتعمل سبليت للفيتشرز وتعمل كلاسيفيكيشن في الاخر، بحيث ان انا ممكن اديك في الاخر ايه، انا معايا شخص عامل ريفند، الريفند بتاعه يس ومرد بتاعته مثلا مرد، قول لي هو كده هيقدر يعمل شيت ولا لا، تقول لي نو. خلاص فهتمشي ورا ديشن تري، استخدم السامبل الجديده وتمشي ورا ديشن تري اللي انت لسه بانيها. الاس فين ما خدناش الكي ان ان، طبعا ده يعني مثال اتشرح من الاول لاخر، نقدر نعرفه بس ان الكي ان ان ده كلاسيفيكيشن الجوريزم و لينير ريجريشن الجوريزم، ممكن يستخدم في الاثنين. لازم يقول لك في المثال الكي يعني هقدر ابص على كام نيبر او اقدر ابص على كام جار عندي. بتهيألي مش دي المحاضرات بتاعت النايف بيز، ممكن يبقى في حاجات يعني لما نبدا لها هيكون في حاجات واضحه يعني الكي ان ان والنايف تمام. ما خدناش الانسامبل ليرنينج والكيمينز، هنبدا المحاضره بتاعته برضو كلها بالتفصيل، اصلا يعني مش بالتفصيل بس انا قصدي لو فيها معلومات تبقى باينه في المحاضره بتاعته. عندنا مين دي البيس كلاسيفاير؟ برضو انا مش عارفه اشوف غير ان الدنيا واضحه خالص في البيس كلاسيفاير، الالجوريزم مشروح من الاول للاخر وفي امثله عليه. الاختلاف بس الحاجات اللي في الاول دي مقدمه بس في البروبيلز، تعرف ان في انواع كتير من البروبيلز. ايه واللي يعرف الفرق بين النايف والبيس كلاسيفاير؟ البيس كلاسيفاير اونلي وان فيتشر لازم تيجي، لكن النايف
ممكن يستخدم اكتر من فيتشر. دكتور ممكن تحللنا مسألة على logistic regression؟ هي ما تحلش أثناء المحاضرة وما تحلش أثناء اللاب، فمش بقول عشان هي مش هتيجي في الفاينل، بس هو إن أنت تحل عليها في العموم هيبقى صعب، فاهم؟ يعني إن أنت تحسب الانتروبي بنفسك هيبقى صعب، بس إحنا ما خدناه يعني ما خدناش مثال من الأول لآخر، فما أعتقدش إن هيبقى وقت إن إحنا نحل مثال من الأول لآخر. تخيل أنت بقى يعني الكومنت بتاعي بقى إيه يعني. طيب ايه ده؟ نعم، وايه اللي حضرتك بتقولي ما خدناش عليه مثال؟ بس في حد بعت حاجه في الشات بيقول لي اللوجيستيك ريجريشن ممكن تحل عليه مثال من الاول للاخر، فانا بقول احنا ما خدناهوش، فازاي يعني هحل فيه في المراجعه؟ يعني فاهم؟ يعني دلوقتي بنحل على اللي راجعنا عليه، مش انا مش عايزه احل، بس يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، ده في بكره فاينل فانا ما حلتش، ازاي احل في المراجعه؟ فاكيد مش هيجي لك سؤال من الاول للاخر اللوجيستيك ريجريشن، فاهماني؟ ان انا اكيد هديك من الحاجات اللي انا اديتك فيها، ما عنديش تخيل دي يعني، فاهماني؟ ما عنديش تخيل وكده، لازم انا فور فيرنس يعني كل حاجه بجيبها في الامتحان بكون لازم اديت عليها، ما بفترضش ان اللي قاعد قدامي زويل، يعني زي ما انا كنت صغيره كان اللي بيفترض قدامي بيفترض ان انا زويل، انا طلعت زويل بس هم طلعت بصعوبه يعني، فلا انا بفترض ان انا ادي الحاجه يعني ادي الحاجه تاخد عليها، مش فكره ان تبقى حد صغير، بس احنا جايين عشان نتعلم مش جايين عشان نمتحن وعقدك في الامتحان، فاهم حاجه؟ فانا اديك حاجه تتعلمها تفهمها تحل عليها، مش ان انت انا عايزه اتخيل انت هتعمل ايه في الامتحان. ليه؟ احنا جايين عشان نتعلم مش جاي عشان اخرج زهقان من الماده او زهقان من الامتحان او كده، ده وجهه نظرك في الدنيا يعني او تصورك يا دكتوره يعني. فاللي انا شرحته بالتفصيل ده انا جاي عشان اعلمه لك، فده الهدف يعني. بس ف ده ما يمنعش ان انا لو كنت حليت اللوجيستيك ريجريشن كان ممكن يجي عليه سؤال، بس انا ما اديتش عليه، فاهم حاجه؟ فلو جيت في مره اديت عليه مثال من الاول لاخر فوارد جدا يجي في الفاينل عادي، فاهم؟ مش حاجه هي لا صعبه ولا حاجه مثلا ما يصحش انها تشرح، بس اللي بتكلم ان دلوقتي احنا ما حليناهوش، فمنطق مش هيجي في الفاينل، ممكن يجي عليه في الام سي كيو، ممكن يجي عليه اي حاجه، بس اكيد سؤال من الاول لاخر لا. طيب ده شويه بقى تفاصيل بيس كلاس فار مش عارفه ايه، وفي الاخر ادانا مثال، اعتقد ان الدنيا ان شاء الله واضحه عشان بس الوقت يعني، ماشي؟ الدنيا كلها مبنيه على البروبابيلتيز، تبقى عارف بس ايه اللي في البسط وايه اللي في المقام وايه اللي كذا في كذا وبجيب ايه اساسا والحاجات دي. طيب طيب برضو ده النايف بيز، انا متخيل ان هو الدنيا واضحه لان هو في مثال من الاول لاخر عليه، فالدنيا تمام يعني. وهو النايف بيز ده كلاسيفيكيشن الجوريزم، بس تبدا بقى تحسب بروبابيلتيز وبتاع ومش عارف ايه، واتمنى الدنيا تبقى واضحه. والله ما فاكره ايه اللي جاي في الامتحان، بس يعني انا متخيله ان الالجوريزم اللي انا هكون جايباه في الامتحان ما اكيد محلول عليه مثال واثنين وثلاثه في السلايدز. طيب ده النايف بيز، انا بسكيب عشان شايفه ان في مثال محلول، يعني لو انت عندك سؤال ماشي، بس ده هو النايف بيز يعني. كلاسترنج برضو ده الكلاسترنج ده، دي محاضره يعني مثلا ايه، لو احنا بنصنف الدنيا وانت عايز تذاكر فالمفروض دي تتقال في الاخر خالص محاضره الكلاسترنج. ليه؟ لان هي ايه؟ انسوبرفايزد،
خلاص، يعني اللي جاي بعد كده مثلا نيورال نتورك او سي ان ان ده كلاسيفيكيشن عادي خلاص. بس عشان انا بقول لك عشان تعرف تميز ما بين المحاضرات. فالكلاسترنج ده انسوبرفايز، دي طبعا فيجر انا اللي رسماه بمجهودي، يعني بيميز ما بين الحاجات والحاجات اللي ممكن تستخدمها، مثلا ماشين ليرنج تايبس سوبرفايز انسوبرفايز رينفورسمنت سوبرفايز كلاسيفيكيشن ريجريشن انسوبرفايز كلاسترنج ودايمنشنال ريدكشن رينفورسمنت ليرنينج. ده كورس لوحده بتاخد تقريبا في الاي. طيب ايه هو الكلاسترنج؟ ايه هو الكلاسترنج؟ وهل الكلاسترنج هو كلاسيفيكيشن؟ معناه يميز الاثنين، اللي بقى الهدف منهم ان هم يقسموا الداتا. بس لما كلاسيفيكيشن بيقسم الداتا لحاجات، دي 100% بتنتمي كلاس 1 ودي 100% بتنتمي كلاس 2. لكن الكلاسترنج النسبه عنده مش اكيده، يعني بيبقى حاجه اسمها ايه، بيسبلت الاوبجكتس انتو سيميلر كلاسز، يعني كلاسز شبه بعضها، فاهم حاجه؟ شبه بعضها مش زي بعضها 100%، فاهمني؟ فده الفرق بين الكلاسترنج، ان انت بتبقى يعني ايه، يعني حط لي الحاجات دي، الحاجات اللي انت بتقسم، ما فيش ليول، بتحط الحاجات اللي هي شبه بعض خلاص. لكن الكلاسيفيكيشن بيحط الحاجات اللي 100% دي اكيد بتنتمي لنفس الكلاس اللي انت مديهوله، مفيش حاجه اسمها. وفي التريننج بيبقى عامل نسبه كبيره. طيب كلام بقى كتير ومش عارف ايه والحاجات دي، والكي مينز والالجوريزم بتاعه، وايه هي الكي؟ طبعا مثالي جت مره في سؤال، كي ستاندز فور ايه والكي ان ان ستاندز فور ايه. الكي مينز يعني الكي دي ستاندز فور النمبر اوف كلاسترز، والكي ان ان نمبر اوف كلاسز، يعني فاهم حاجه؟ يعني الكي ان ان عشان هو بيستخدم في كلاسيفيكيشن، فالكي ستاندز فور النمبر اوف كلاسز، لكن الكي مينز ستاندز فور النمبر اوف كلاسترز. يعني اتمنى دي تبقى واضحه. مش عارفه ايه بنحلها ب 1 دي و2 دي ومثال من الاول للاخر، وان شاء الله انتوا ناس محترمه اكيد عدتوا على الحاجات دي وذاكرتوها. و يعني لو جالك سؤال في كي مينز او كي ان ان، الديستنس اللي هنستخدمها جريديان ديستنس، الديستنس اللي هي كذا ناقص كذا ناقص كذا سكوير دي، تمام؟ معرفش انا مظلله باينه ولا لا، اللي هي دي اكس 1 ماينس اكس 2 سكوير زائد كده، مش المنهاتن، هو في انواع كتيره بس يعني اللي هنستخدمها على طول الاكليديان. مثال من الاول للاخر والحاجات دي، صح؟ طيب النيورال نتورك ولا ايه المحاضره دي؟ في ايه؟ كان ما حدش عليها؟ ماشي. في محاضره انا ضفتها على الدرايف دلوقتي، محاضره السي ان ان، لان انا لسه واخده بالي ان انا ما كنتش اديت لكم ماتيريال للسي ان ان، انا اديت فيديو، فانتوا طبعا هتبقوا ليمتد بالفيديو، بس الفكره كلها ان مثلا المحاضره ما فيش حاجه اسمها انت تسال، يعني المحاضره دي اللي انا بعتها دي ان انت تسال فيها بالحاجات اللي فيها، لا كل حاجه للفهم بس، فاهم حاجه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها انا لسه بعته دلوقتي انت ملزم تذاكرها، لا انت ملزم تذاكر الحاجه المفروض تذاكرها في السي ان ان اللي المفروض كانت مشروحه في الفيديو، فاهمني؟ طيب فده ال KNN، KNN classification. يعني دكتور السين ان مش هيبقى عليه مسائل، هيبقى ام سي كيو مثلا؟ لا عليه مسائل. انا جايه في السي ان ان، جايه في السي ان ان، بس هي الحاجات اللي احنا خدنا convolution بس، خدنا ماكس بولينج، مش عارفه حاجه اسمها سترايد، حاجه اسمها ايه؟ البادنج، حاجات كده ايه بسيطه يعني. بس انا قلت convolution وقلت ماكس بولينج. طيب ده مثال من الاول لاخر، ما اعرفش كي ان ان، وان شاء الله الدنيا تبقى واضحه. ما اتمناش ان انا اكون بسكيب، بس هي انا واخده بالي ان الموضوع مشروح من الاول لاخر. طيب مين دي بقى؟ دي النيورال نتورك. ماشي. فين ال طيب النيورال نتورك، طبعا ايه هي النيورال نتورك؟ ده الجوريزم، كلاسيفيكيشن الجوريزم، بيستخدم علشان يسيموليت البيولوجيكال نيورال نتورك، يعني بيحاكي
الخلايا العصبية اللي بتشتغل في الإنسان. إيه هي البيزنج بيلدينج بلوك للنيورال نتورك الارتفيشال نيورون؟ تمام. إيه هي البيزك ستراكشر لل يعني الشكل ده هو أبسط شكل للنيورال نتورك اللي أنا مشاور عليه ده، إنه أنت عندك إنبوت وعندك أوت بس ما فيش هيدر لير، هي اسمه برسبتور. ديسيجن باوندري ده الخط اللي بيبقى فاصل ما بين التو كلوزز او الكلوزز اللي عندي. لينير سيبرابل بروبلم، يعني ايه البروبلم بقول عليها لينير سيبرابل بروبلم؟ امتى؟ لما بكون اقدر ان انا احط لاين ما بينها. وطبعا واضح هنا بيبقى موجوده هنا في شوفها مره مش عارفه ايه كده موجوده يعني. يعني لو انت عايز تفهم ايه لينير سيبرابل بروبلم، طيب طبعا الاكس نور الاكس اور مش لينير سيبرابل بروبلم خلاص. كان نفسي والله اقول حاجات كتيره بس انتوا كل ما تقل اروح مخففه شويه. ف دي حاجات واضحه جدا في النيورال نتورك. ممكن يقول لك مثلا ابني لي نيورال نتورك الاكس اور، ابني لي نيورال نتورك للناند، فدي فهي دي للناند مثلا، وهكذا. احنا خدنا اند وناند يعني اند اور وناند واكس اور ونوت اند، ما اعرفش ايه نوت اند دي بس انا فاكره ان كان في نوت اند. اي اند نوت اند نوت. وهكذا خلاص. ده الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها في النيورال نتورك. اه ماشي. الكومن اكتيفيشن فانكشنز واضح طبعا ايه هي الكومن اكتيفيشن فانكشنز. كان ايه مثلا مثال ده كانت كذا سلايد. طيب عندنا مثلا الريليو، عندنا السوفت ماكس، السيجمويد، التان اتش. واضح يعني مش يعني مثلا اهي لينير اكتيفيشن فانكشن واحد، سيجمويد اكتيفيشن فانكشن، هايبربوليك او اسمها تان اتش، الريكتيفايد لينير اكتيفيشن فانكشن اسمها ريليو، دي واحده. وفي سوفت ماكس ما اعرفش قالتش ليه بس في سوفت ماكس. دي يا جماعه المحاضره بتاعت النيورال نتورك، و يعني اتمنى انها تكون سهله. يعني انا تصوري ان هي سهله لان في تقريبا في فيديو وفي محاضره. السي ان ان المحاضره دي تقريبا على النت بس هحاول اشوفها لكم. اعمل لها شيرنج. لا يا جماعه انا بحبكم بس يعني ما اقدرش ان انا انيمكم يعني فعلا. ذاكروا بس ذاكروا بس. طيب ال سي ان ان دي كلاسيفيكيشن الجوريزم. سي ان ان يعني كونفولوشن نورال نتورك. شير يا دكتور. اصلا معلش يا جماعه سوري. دي المحاضره اللي انا بعتها، يعني انا بعتها كبي دي اف ودي اللي كنت بشرح منها كفيديو. فانت بس تبص على البي دي اف عشان ايه ان انت تبقى الدنيا واضحه قدامك يعني. طيب فقلنا طبعا الكونفليشن نورال نتورك دي كلاسيفيكيشن الجوريزم تبقى لازم تبقى عارف الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. ان ده يعني مش عارفه، اتمنى يبقى في فيجر واضح. اتمنى ماشي. الديب ليرنينج في الستيب بتاع الفيشر اكستراكشن مش موجوده ماشي. تدخل لي داتا بتطلع موديل وهو من جوه بيعمل كل حاجه. لكن في الماشين ليرنينج او اي الجوريزم تاني غير السي ان ان بتدخل لي داتا وبتطلع لي منها فيتشرز وبعدين تدخلها على الموديل. فاللي بيبقى داخل الالجوريزم دي عباره عن فيتشر اكس 1 واكس 2 دي فيتشرز، ما بيبقاش داخل لك ايمج مثلا، لا بتطلع فيتشرز من الايمج تدخلها على الالجوريزم. لكن السي ان ان دخل لي ايمج بس وانا هفهم كل حاجه خلاص. ايه هي البيزك ستيبس للسي ان ان؟ عندك layers يعني. يعني كان المفروض يكون في interaction بس يعني مش مطمنه لكم، ما اعرفش ليه بقول الميتنج هتخلص برضه مع ان احنا لسه بادئين. ما اعتقدش ان احنا قعدنا وقت كتير بس ما فيش مشكله. دي اخر حاجه برضه في السي ان ان. ايه اللي هقولها في السي ان ان؟ الكونفوليوشن يعني انتوا كل ده لحضرتك يعني. ايوه يعني كل ده علينا. لا 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 اللي انا بقوله يعني اللي انا بقوله كده فاهمني. ان السي ان ان كلاسيفيكيشن الجوريزم، السي ان ان اختصارها ايه؟ الفرق بين الديب ليرنينج والماشين ليرنينج. ايه البيزك اسمها ايه
بيزك لايرز في السي ان ان، كونفولوشن لاير، ماكس بولينج، كذا. ازاي نعمل كونفولوشن وازاي نعمل ماكس بولينج؟ انت متخيل؟ بس بص على، انا عايزاكم بس ايه تخيلوا كده، شايفين ال مش عارفه انا مش مشاور، شايفين الماتريكس دي؟ الماتريكس دي اللي هي دي كده، تمام، فيها زيروز وانز كتير، وعندك كده حته صغيره 3 في 3، ده بنسميه فلتر. خلاص، يعني انت الماتريكس الكبيره اهي، والصغيره دي اللي هي 4 0 0 0 0 0 0 سالب 4، ده فلتر. هو طلع السالب 8 دي ازاي؟ طبعا سيبك من الطريقه دي، هو عمل حاجه غلط عشان بس انتوا ما تتلخبطوش اصلا. هي دي عمل الكونفوليوشن ازاي؟ بالك بس من الاول، عشان هي الاول هي اللي توضح. هنا دي عندك ماتريكس اصليه اللي هي مثلا وحيد وصفار وصفر واحد واحد مش عارفه ايه. خلاص، اللي باللون البرتقالي ده الفلتر اللي هو واحد صفر واحد صفر واحد صفر مش عارفه ايه، ان شاء الله تكونوا خدتوه في الايمج يعني. فده الفلتر بيعمل ايه؟ هو بقى بيضرب ويجمع. يعني ايه؟ بيضرب الواحد في الواحد زائد صفر في واحد زائد واحد في واحد زائد صفر في صفر زائد واحد في واحد زائد واحد في صفر مش عارف ايه، في الاخر هدول اربعه. يبقى اللي بيحصل معايا انبوت ماتريكس، معايا كونفوليوشن فلتر، في الاخر بيطلع لي الاوتبوت او الكونفولفد فيتشر مايو، بيطلع لي هنا بيحط لي اربعه. يجي يعمل ايه؟ الاستيب اللي بعدها. خلاص؟ بيبقى معايا الثلاثه في ثلاثه التانيين، طبعا لو الفلتر ثلاثه في ثلاثه معايا ثلاثه في ثلاثه، بيضرب ويجمع بيطلع لي اربعه، وهكذا. خلاص كده؟ دي يعني ايه كونفوليوشن، او ازاي ممكن يعمل كونفوليوشن لاير. انبوت ماتريكس، انبوت فلتر، في الاخر بيطلع الاول. واضح طبعا الدنيا فيها ايه. كان في مثال ورا بالماكس بولينج اهو، ثواني. ده الماكس بولينج، ايه اللي بيحصل معاك؟ انا ما اعرفش ايه اللي انا بعمله ده، بس مش مشكله. معاك مثلا ماتريكس كده، الماكس بولينج هو ان انت تاخد لي ريجون معينه من الايمج، مثلا 2 في 2، مش شرط يبقى 2 في 2، ممكن 3 في 3، وتجيب لي الماكسيمم فاليو فيهم. عندك مثلا 2 من 100، افرض ان انا مثلا ماكس بولينج ال 2 في 2، 2 من 100 19 من 100، 2 من 100 19 من 100، من اكبر رقم 19 من 100، احط ده الاوتبوت 19 من 100. هتيجي هنا تمسك ال 2 في 2 دول 19 من 100، 2 مش عارف اخر واكبر واحد كام 19 من 100، احطه هنا. تيجي عند دول 2 من 100 75 من 100، مش عارف اكبر رقم كام 75 من 100، ده اللي احطه هنا. يبقى اللي حصل عملت ماكس بولينج، يعني معايا ماتريكس والنفر دي 4 في 4، عملت لها ماكس بولينج بحيث ان انا اطلع منها 2 في 2، يعني ايه اقسمها بالنص. الهدف من الماكس بولينج ايه؟ ان انا اعمل سب سامبلينج، يعني اقلل السايز. لما بتيجي تعمل كونفوليوشن لاير كتيره تقعد تعمل حاجات كتيره كده، ماتريسز بتطلع كتير، في الاخر بيبقى عندك داتا كتير تبقى عايز تقللها. بنستخدم الماكس بولينج ليه؟ فالماكس بولينج بتعمل سب سامبلينج. هل الماكس بولينج هي الميثود الوحيده؟ لا، في افريج بولينج. انت عندك 2 من 119 من مش عارف ايه، تجمعهم وتقسمهم على عددهم، يبقى ده افريج بولينج، وهكذا. خلاص؟ ده اللي يعني اضعف الايمان ليه المفروض تعرفه في السي ان ان، بما ان احنا ما دخلناش فيه قوي. خلاص؟ طبعا يعني كنا احنا قلنا الحاجات الكتيره دي، بس مش مشكله. يعني لو جالي مسألة هيجي لي مسألتين على الاتنين، convolution والماكس بولينج. يعني ممكن يجي لك، ممكن بس على حسب نوع الفلتر اللي هيجي لك بقى، ممكن الماتريكس السايز بتاعها ايه والفلتر كام في كام والاوتبوت ايه. تمام، هو الفلتر جيفن. كل حاجة هتبقى جيفن، انت تضرب وتجمع بس، ده لو يعني جالك حاجة زي كده بالظبط يعني. تمام، دي كانت المراجعة، ودي انا بس هتكلم عشان الوقت، وان شاء الله طبعا احنا اصلا خلصنا المحاضرات. وحاولوا تركزوا على الالجوريزمز اللي عليها امثله كتير، لان درجاتكم جميله، فحاولوا يعني فاهم الام سي كيو 30 والحاجات الثانيه 30، فانتوا يعني لازم كل حاجه تذاكروها. والالجوريزمز اللي عليها امثله انا يعني ان شاء الله تلحقوا تحلوا يعني. يعني انا متوصيه بكم في الامتحان، انا بحبكم بس متوصيه بكم، عشان انا زعلانة لما انتوا ما حلتوش كويس في الحاجات، مع ان انا مسهله الامتحان، بس ان شاء الله تحلوا كويس يعني. اما يعني ان شاء الله تحلوا كويس باذن الله. خلاص، ايه طبعا انتوا في سنه رابعه، كان نفسي اقول لكم نتقابل في كورس تاني، بس ان شاء الله نتقابل في كورس تاني.
لو في الترم الجاي مثلا يعني او حاجه. خلاص مش شباب، في حد عنده اي استفسار؟ انا بتهيألي الدنيا اتفضلي. ممكن بس حضرتك تقول لنا هو ايه اللي معاه تاني في السي ان ان تاني؟ اللي معانا في السي ان ان، او لو ممكن حضرتك تكتبي في الشات مثلا الحاجات اللي علمت السي ان ان مفيش حاجة. عشان أنا المفاجأة. اسمع الصوت بتاعي، اسمع الصوت ده، ما قلتش حاجة. أنا قلت ال CNN Convolution Neural Network، ال CNN Classification Algorithm. إيه اللايرز المشهورة في ال Convolution، في ال CNN Convolution Layer، الماكس بولينج Layer، وفي حاجة تانية اسمها Fully Connected Layer. دي اللايرز المشهورة في ال CNN. إيه الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ دي بتعمل فيشر اكستراكشن، دي ما بتعملش فيشر اكستراكشن. إزاي ممكن أعمل Convolution Layer؟ اعملها ازاي؟ يبقى عندي انبوت ماتريكس، انبوت ماتريكس، انبوت فلتر بيديني اوت. ازاي بعمل ماكس بولينج؟ يبقى عندي انبوت ماتريكس، بعمل ماكس بولينج بكام؟ 2 في 2 ولا 4 في 4 ولا كام في كام؟ حسب اللي مديهولي. اللي مديهولي ده مثلا قال لي 2 في 2، يبقى انا بجيب الماكسيمم فاليو في الويندو اللي اسمها 2 في 2. ده بس، ده اللي انا قلته وده اللي عليكم، وما اقولش اي حاجه ثانيه كده غير كده. خلاص؟ ال سي ان ان انا مش بقلل من اهميتها، بس هي مهمه جدا، بس انا ما شرحتش اكتر من كده في المحاضره بتاعتي، فاهمني؟ فما اقدرش ان انا اقول اي حاجه اكتر من كده. بعدين بقى ممكن في كورس تاني نقول ال سي ان ان. خلاص؟ دكتور اتفضلي. حضرتك بعت برضو وورد كده، فايل وورد فيه اكتر من لينك، مش فاكره بس تمام. ماله؟ هل ده يعني نبص عليه مثلا او نعمل فيه حاجه؟ لان هو باترن. ما لقيتش. ده هي حاجات يعني ايه، في حد كان طلب مني قال لي حضرتك مثلا شرحها في المحاضره مثال واحد، فانا عايز امثله كتير. قلت خلاص كل الامثله دي يعني اديت امثله كتير بس، يعني فاهم؟ كأن مثلا عندك محاضره وعندك سيكشن، يعني في امثله او عندك شتات حاجات بتحلي عليها كتير، فانت بص عليها وما بصتيش عليها براحتك. انت بص عليها هتلاقي نفسك، لان طبيعي السؤال اللي هيجي في الامتحان مش هو اللي جاي في المحاضره، فانت لازم تبقي واخده بالك يعني ان انت مش حافظه، لازم تبقي حاله كتير، فاهمه؟ دي نصيحه بس، ما فيش حاجه اسمها يعني مش لازم براحتك، يعني دي مش ماتريال في الماده، دي ليكي انت عشان كانك بتذاكري لوحدك. يعني لو عايزه تسيبي فيديو من الفيديوهات عادي، فاهماني؟ دكتور معلش بس اخر حاجه بس عشان ما اتلخبطش، الستبس بس بتاعت الجريديان ديسند بس. هي مشروحة بشكل معين في الستبس، بس مش مشكلة. يعني يعني هي الفيديو اللي انا شفته اللي هو على الجريديانت طلع بيشرح اللينير، اللينير ايه؟ في اللينير ريجريشن يعني؟ لينير ريجريشن. ماشي، ما هو جريدنت ديسنت ممكن يستخدم في نورال لا نتورك، ممكن يستخدم في اي حاجة عادي. انت اهم مش حاجة، قصدي. اهم حاجة يبقى عندك تبدأ بانيشال فاليوز للبارامترز، وبعد كده تحسب اللوس او الايرور، وبعد كده تحسب النيو فاليوز، النيو بيساوي الاولد زائد كذا. بس دي الثلاثه ستيبس الاساسيين للجريدنس، انيشال فاليوز للبارامترز، تبدا تحسب اللوس فانكشن، وبعدين تحسب النيو بارامترز، النيو بيساوي الاولد زائد الستيب سايز، او النيو ناقص الستيب سايز عادي. يعني الحاجات دي فيها ديبيت بين العلماء، مش يعني بنتوا كطلبه عايز تكتب ناقص زائد مش مشكله. فالاولد البارامتر النيو بيساوي البارامتر الاولد زائد الستيب سايز. خلاص؟ والستيب سايز دي يعني مثلا ده هنا الاولد زائد او ناقص الستيب سايز، الستيب سايز دي ولنفرض مثلا هي ايه حاجه، يعني دي هي هياها الالفا في الدلتا او الديفرنشيشن بتاع اللوس فانكشن، الديفرنشيشن بتاع اللوس فانكشن بالنسبه للبارامتر اللي هو مثلا سيتا حاجه كده، يعني اللي هو المينيمم فاليو للوس فانكشن دي الالفا. خلاص؟ فانت الاولد النيو بيساوي الاولد ناقص الستيب سايز، والستيب سايز دي ممكن اصلا تقول النيو بيساوي الاولد ناقص الالفا في الدلتا ال على الدلتا سيتا.